مخرج تحفه، شوقتيني. وبعدين انت بتحب الرقص يعني، بتحب الميوزيكلز كمان برضو صح؟ اه طبعا بحبها جدا. يلا اهو هتحبهم برضو. بس مش هحبهم قد ما بحبك. هو في غشوميه كده في الدنيا يا ابني؟ ده انت كسفتني بس كده. انا اسف. برضو بتتاسف؟ بتتاسف انك بتحبني؟ آه لا طبعا بتاسف علشان كسفتك، وعشان قلتلك بحبك بغشوميه فعلا من غير ما افكر، ولا ابقى عامل حساب كل الفروق اللي بيننا. والله يا نادي انا كتير حاولت افوق نفسي وافكرها بالفروق دي، بس ما قدرتش امنع روحي من ان احبك، ولا ان اقولها لك دلوقتي كده بغشوميه. فروق اللي ما بيننا، انا يوم من الايام ابويا ما كانش لاقي ياكل، واختك كانت فقيره برضه، ودلوقتي هي تملك اكتر من نص فلوس ابويا اللي انا مملكش فيها نقطه في بحر فلوسها. هي دي الفروق اللي انت قصدك عنها؟ لا طبعا مش قصدي كده، انت فاهمه قصدي كويس. قصدك الفرق ما بينك وما بين اي راجل اول حاجه هيسمعها عني ان انا كنت مصاحبه واحد تاجر مخدرات وبنات، وحملت منه من غير ما اتجوزه، وكان بيضربني وبيهني، ورغم كده سمحت لنفسك انك تحبني وعملتني بقمه الاحترام. انا بشوف ده في لمعة عينك. انا بقيت احب نفسي من نظرتك ليا. ياه يعني قصدي يعني هو ينفع؟ ينفع انت كمان تحبيني؟ لا ما ينفعش. انا قلت كده برضو. انا ما ينفعش غير ان انا احبك واحترمك واموت فيك بس. طيب هو مش دايما بعد الكلام الحلو ده بيبقى فيه حضن؟ اه معلش بقى ايدي مكسوره. قلقتني قوي يا يحيى، ايه الموضوع المهم اللي عايز تكلمني فيه؟ في الحقيقه يا طنط انا لا 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 كده هزعل منك قوي. ليه؟ حكايه طنط دي قولي على طول يا ماما. قصدي يا ماما طبعا. انا مكسوف من حضرتك قوي ومش عارف ازاي حصل كده. مكسوف؟ مكسوف من ايه يا حبيبي؟ تكونش عايز فلوس؟ لا فلوس ايه؟ الفلوس دي مفيش اكتر منها، بس النفس اللي تصرف. يا سبحان الله اخدتها من على طرف لساني. انا دايما اقول القرش بقى ملوش اي قيمه. ما هو ده اللي جرأني وخلاني عايز اقرب منكم اكتر. عارفه يا ماما عواطف، انت عمرك ما حسستيني في يوم من الايام انك بتحبيني لاني غني، واللي ملاحظ انها ورثت منك موضوع القناعه والزهد ده هي هاله. هاله بنتي مش كده؟ اه ماما انا يسعدني ويشرفني جدا اني اطلب من حضرتك ايد هاله. هو الحقيقه انت تفاجئتني خالص يا خبر، مش عارفه الحقيقه مش عارفه اتكلم ولا اتلم على افكاري. انا الحقيقه لما يعني عاملتك على انك زي ابن ياسين ده عشان اخلاقك الحلوه يعني، لكن عمري 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 ما فكرت ابدا. لو طلبي ده ضايق حضرتك او هيخليكي ما تفضليش معتبراني اني ابنك، انا مستعد اصرف نظر فورا. لا لا تصرف ايه؟ والله واعتبري اني ما قلتش اي حاجه. لا ازاي ما قلتش؟ لا ده انت قلت بقى، ولا انت يعني عايز ترجع في كلامك؟ بقول خير البر عاجله. نقرا هي ايه؟ نقرا الفتح دلوقتي؟ اه يلا يا حبيبي يلا.